الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. نفى نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار حمد خلف وجود أي تغيير في سعر صرف الدولار، لافتا إلى أن السياسة النقدية من اختصاص البنك حصرا. وقال خلف إن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى زيادة الاحتياطي الأجنبي، وسجل نموا كبيرا من العملة الأجنبية في عام 2021 والعام الحالي غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة. وكانت حكومة الكاظمي قد عمدت إلى خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة التي نجمت عن الانخفاض الكبير في أسعار النفط بعد جائحة كورونا وعدم قدرتها على مواجهة الأزمة بسبب الفساد وسوء الإدارة. قررت منظمة أوبك رفع حصة العراق من الإنتاج النفطي خلال شهر آذار المقبل، وذكرت المنظمة أن حصة الإنتاج الخاصة بالعراق لشهر آذار حددت بأربعة ملايين وثلاثمائة وسبعين ألف برميل يومياً، بزيادة مقدارها 45 ألف برميل يوميا عن شهر شباط البالغة 4,325,000 برميل يوميا، وبزيادة مقدارها 89,000 برميل يوميا عن شهر كانون الثاني الماضي. وبيّنت أن العراق جاء ثاني أكبر منتج في المنظمة بعد السعودية وثالث أكبر منتج في منظمة أوبك بلاس بعد السعودية وروسيا، كما بيّنت أن حصة منظمة أوبك من الزيادة المقررة في آذار ستبلغ 253 ألف برميل لتصل إلى 25 مليون و61 ألف برميل يومياً. هبطت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية من جلسة يوم الخميس بشكل طفيف بعد مكاسب محدودة حققتها عند إغلاق الجلسة السابقة. وأغلقت أسعار النفط جلسة الأربعاء على مكاسب محدودة بعد أن تمسكت مجموعة أوبك بلاس بخطتها لزيادة إنتاجية معتدلة على الرغم من ضغوط من مستهلكين كبار لرفع الإنتاج بخطى أسرع. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات بزيادة قدرها مليون ونصف المليون برميل. وتراجعت أيضا مخزونات نواتج التفطير وسط طلب قوي محليا وفي أسواق التصدير. أعلنت الدول 23 المنضوية في مجموعة أوبك بلاس عن زيادة طفيفة جديدة في الإنتاج على الرغم من ارتفاع أسعار الخام والتوترات الجيوسياسية التي تهز الأسواق. وأكدت تلك الدول في بيان أنها ستزيد إنتاجها بواقع 400 ألف برميل يوميا في آذار، وهي نفس الكمية كما في الأشهر السابقة. وكانت المجموعة التي تضم 13 عضوا في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها العشرة ضمن اتفاق أوبك بلاس قد قاومت الضغوط الأمريكية لزيادة الإنتاج بهدف خفض الأسعار. ويعود نهج المجموعة الحذر إلى ربيع العام 2020 مع تعافي الطلب بخفض الإنتاج الكبير في ظل جائحة كورونا. أما الآن انتقال لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.